تنضم إلينا هنا في الاستوديو محللة الأسواق المالية فرح مراد. صباح الخير فرح، زمان ما شفناك. صباح الخير فرح. صباح النور، كيفن؟ يعني في عندك، تفضلي السؤال الأول. بلش بالسؤال الأول. طيب، مثل ما رأينا قبل قليل، اليوم خلينا نبدأ نتكلم عن حلول اشتري الآن وادفع لاحقا ودخولها على سوق السفر اليوم. يعني هيدا الشيء كنا عم نبلش نلاحظ لابد من أنه يحصل. ليش؟ إحنا كان في عنا ثورة بالاستهلاك الأونلاين، ثورة بالإي كوميرس، وثورة كمان أو كنا عم نشوف توجه كبير إلى الاستهلاك ما بعد كمان الجائحة، خصوصي على السفر. فكل هيدا الميكس كان لابد من أنه يخلق هيدا البرودكت الجديد، خصوصي كنا عم نتوجه إلى نوع من التضخم العالمي بشكل كتير كبير، فالأسعار كانت عم تغلى. منتذكر من سنتين قد أسعار التذاكر كانت كتير عالية، البعض ألغى الرحلات. دخول هيك نوع من الخدمات المالية رجع أعاد كمان مرة تانية موجة الشراء. كنا عم نشوف بعض الشركات اللي كمان كانت عم تطبق هيدا نوع الدفع خلال العام الماضي، ارتفعت البوكينجز من 30% ل 40%. فوين وين للكل. نعم، بس فرح، كيف يمكن للمسافرين اتخاذ قرارات مالية مدروسة لتجنب المشاكل المحتملة؟ يعني هيدا السؤال كمان بيتعلق، يعني شخصي بيختلف من شخص للآخر. هلأ طبيعة الحال هيدا أمر جيد، أنا أكون قادرة عم باخد أي برودكت وعم بدفع تقاصاته على فترات زمنية أبعد دون فوائد كمان، وهذا الشيء الأمر الإيجابي. ولكن من ناحية تانية بخليني أعمل disorientation لقديش أنا عم بدفع فعلا، أو يمكن لو ما عندي هيدا استسهل، وإذا ما عندي كان هيدي القدرة أو هيدي الفرصة لكون عم بدفع لأجزاء كنت يمكن ما دفعت المبلغ كليا. صحيح. بس ماذا يحدث لو تأخرت في الدفع إلى هذه التطبيقات؟ هون الفكرة، أنه هون الهنت والأسعار بترتفع. هون صحيح، لأنه البعض بفضلها عن مثلا أخذ قروض. عم نسمع عن قروض سفر، ولكن قروض السفر نحن عم نحكي عن فترة الفوائد المرتفعة جدا. فأوكي pay later جيدة، ولكن في حال تخلفت عن الدفع طبعا رح تكون العمولة اللي عم تدفع أغلى بكتير حتى من كم العمولة اللي ندفعها؟ تختلف طبعا من شركة إلى أخرى، بس عم نحكي أعلى من 10%. بس فرح وسمر، بتعرفوا أنه يستخدم واحد من كل 5 مستهلكين خيارات اشتري الآن وادفع لاحقا للمعاملات عبر الإنترنت؟ يعني متخيلين؟ صحيح، صحيح، رقم كبير وكبير جدا بالمنطقة، بالعالم العربي، ويعني شرق أفريقيا يعتبر أنه هو أكثر سوق رح يكون عم يرتفع وعم ينمى خلال هذا العام. بالفعل يخطط 77% من المشترين استخدام خدمات اشتري الآن وادفع لاحقا لاستخدام الخدمة من أجل شراء الحاجات الأساسية في العام الحالي. صحيح، صحيح. إذا فرح نروح إلى سؤالنا الآخر بخصوص هذه الخدمات. يمكن اليوم عندك سقف أعلى، صح؟ سواء مع تابي أو تمارا، يمكن كم يتراوح هذا السقف؟ إنه أكثر شيء نقدر نتداين منهم كم؟ قصدي المبلغ، يمكن 5,000 ريال أو درهم. أظن تختلف كمان من بلاتفورم لآخر. لأنه كمان في عندك شركات طيران يمكن كمان يكون المبلغ أكثر. طب تفضلي. كيف ممكن الأشخاص يعني يستغلوا التغيرات في سلوك الاستهلاك بهذا الموضوع؟ كشركات؟ نعم. هلا طبعا كنا عم نشوف الصورة العامة حول العالم الاستهلاك يرتفع بشكل كتير كبير، وتحاول البنوك المركزية أن تكون عم تقلص هذا الاستهلاك لأنه التضخم عم يرتفع كتير. نعم. طبعا الشركات بهمة تكون أنه عم يكون في عنا استهلاك أكتر. طيب. هيدي قدرة بتكون عنا إياها أن نكون عم نستمر في استهلاك أفضل. وكنت عم شوف يعني 40% مثلا ارتفعت الاستهلاكات من شركات الطيران. طيب خلينا نشوف، لأنه إحنا برضو طرحنا السؤال عن الناس، هل يمكن أن يقترضوا بداعي السفر وقضاء عطلة الصيف؟ نشاهد ماذا قالوا. لا، لشو إذا ما عندي مصاري ما رح سافر؟ لشو بدي أعذب حالي تسافر إذا ما معي مصاري؟ يعني شو؟ أكيد لا، هيدي اللي المقولة بيقولوها، الدين ليتزين ما بتمشي. يلا في 100 معها شغلة تعملها، في 100 مشروع تعمله من دون ما تدفع مصاري. تظهر تتمشى، بتروح على الكورنيش، بتروح على البحر، تعمل أكتيفيتي. بظهر شيء ما بده مصاري إذا ما كان عندي مصاري، ما بسافر فيهم، بقضي باللي معي بس. مشي بقعد بالبيت عادي على هالتليفون. فكرة آخر جواب عجبني كتير، لأن الواحد اللي ما معه ما بقدر يسافر. فلذلك نرجع لحكينا اللي حكينا قبل شوي، لما يكون الواحد رايح إجازة بقرض بحسها كبيرة شوي.
القرض طبعا، ولكن كمان يعني اذا هيدا الشيء اللي عم نسمعه كلهم كانوا عم بيقولوا لا، ولكن الارقام عم تفرجي غير شيء، عم تفرجي ارتفاع كمان بالطلب على هيدي القروض، عم تفرجي ارتفاع بالحجوزات، ارتفاع بالظهرات، اسعار الانترتينمنت بشكل عام كلها عم ترتفع. صحيح، انا بدي احكي يمكن غير الواقع، الواحد بدون ترفيه صعب يعيش كمان طبعاً. لازم يكون في شويه تغيير. أكيد. على كل حال احنا رحنا على منصات التواصل، بنرجع بنشوفهم بعد شوي اذا جاهزين، لانه كان هناك تباين في الاراء بين مؤيد ومعارض. فنشر الكاتب أحمد العلولة رسمة كاريكاتيرية تخيل لشخصين يسأل أحدهم الآخر كيف يمكن السفر على عام أو كل عام وهو من أصحاب الدخل المحدود، ليجيب الثاني قرض يعني لازم تحرجني. لكن تقسيط السفر هو فكرة إيجابية لدى الكثيرين، فأحد المغردين كذب تابي فك أزمة سفر كبيرة. وفي تعليق تاني من بدر بوشهري كتب ما أدري أخربها وأخذ قرض أسافر بس أحس صدق تعبت. هلأ يعني هو صح هيدا الشيء رح يكون عم بيحطنا قدام موقفين، والقرض دايما بخوف، بخوفنا أن نكون نحن عم نأثر مش بس على خياراتنا الشخصية وقديه في عنا قروض، ولكن في عنا مخاوف بيتعبي وبهي دول الأمور بالباي ليتر، أنه يصير في اختلال بسوق الديون كمان. نحن صحيح نتوجه لديون لأمور معينة، وهذا بنرجع فرح بدي أقطعك للبيراميد للهرم، الحياة الاكتفاء الذاتي ومن ثم الراحة، وآخر شيء بيجي بمؤخرة يعني الهرم بآخر السطر السياحة والترفيه، فعشان هيك الناس بيهتموا بالأشياء الأساسية أول ومن ثم إلى الترفيه. طبعا هيدي تراند عم تحدث، أنا فيني ابتعد عنها، ولكن لازم كمحللة مالية أو للمستثمرين فيهم يكون عم يتوجهوا لهالشركات يعرفوا في عندها مستقبل جيد جدا. إن كنا عم نحكي على pay later، إن كنا عم نحكي على السفر، يبدو أنه قطاع مستمر. بس لازم ننتبه، اليوم في أمريكا تجاوز حجم الديون من اشتري أن ندفع لاحقا 40 مليار دولار، لأنها تمر تحت رادار المراقبة وما ينتبهون عليها، فممكن أنت تطلع عن الحد اللي ممكن تتداين. لكن الحمد لله إحنا في المنطقة عندنا رقابة من البنوك المركزية لهذه التطبيقات. فرح، كيف بيأثر يعني الاعتماد المتكرر على القروض الشخصية للسفر على الاستقرار المادي وطويل الأمد وسلوك المستهلكين؟ بشكل كتير كبير، ونحن يمكن هلأ في عنا مثل ما بنسميه استهلاك مدعوم بقصص artificial أو غير صحية، غير ولا لأنه عندي القدرة المالية لأن يكون عم بدفعها. بلشت بالديون طبعا، بلشت بالسيولة المرتفعة اللي كانت موجودة، بس مع ارتفاع الفائدة عم نتوجه إلى الشراء الآن والدفع لاحقا اللي ما بنعرف بعد تأثيره، بعد ما كان لفترة طويلة في الأسواق لنكون عم نعرف قدي عم تأثر فعلا على الأسواق المالية. هلأ هترجع تخلق انهيار مثلا اذا بلشنا عم نشوف استعماله اكثر واكثر، مثل ما كنت عم تقولي كمان ما في عنا تدقيق فيه، في عم نستعمله بلا تدقيق، فما بنعرف اذا في قدره للدفع. طب نعم. في سؤال يتعلق بشركات السياحه واللي بيقدموا قروض، هل هناك عادة بحفزوا لمناطق معينة، جهات معينة بقولوا إذا حجزت لهذه المنطقة ممكن يكون القرض أو فوائده أقل، ولا بعد ما وصلنا لهالمرحله؟ بتعرف هو الحلو بالباي ليتر انه ما فيه فوائد اصلا، بس شو الهنت اللي بتصير اذا انت بدل ما تكون عم تقول لا انا بدي اوفر، بدي اروح على منطقه ارخص او بدي اروح ايكونومي، لا صار فيني اروح بزنس لانه عم قسطها، لا صار فيني اروح على اماكن ابعد. هاي صار في وجهات معينه بينهم مشتركين يكون يعملوا لها بروموشن او ترويج بشكل واضح بعد ما في عندنا بعد لسه جديده. ولكن الشيء اللي عم نلاحظه انه البعض اللي ما كان بفضل ما يروح على اماكن ابعد أو أغلى ما عنده مشكل بقى يروح عليا بسبب هيدي. فرح نتمنى لك إجازة سعيدة إذا بعد ما رحتي الإجازة. شكرا. رحتي بإجازة بقرض ولا أنت دفعت؟ لا بلا قرض. وبشجع طبعا أنه ما ناخد قرض، وإذا بدنا ناخده يكون بمكان صح. أنا إجازتي تبدأ السبت بدون قرض إن شاء الله. على كل حال محللة الأسواق المالية فرح مراد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.